superstar. Baby, I'm a superstar. هؤلاء الفتية اخترعوا تسولاً من نوع خاص. مهمتهم تبدأ ليلاً في شارع الحمراء. يرقصون أمام السيارات ويقبضون الثمن. أنت من وين؟ من الشام. منين؟ من الشام؟ من السيدة زينب. هلأ شو عم تعمل هون؟ هلأ جاي نعيش هون. شو رأيك؟ شو اسمك انت؟ بس انا يعطونا صار ادفع جاري. تدفع جاري البيت؟ مين قال لك هيك؟ مالك ما دا بس من لكم قدهم بلبنان؟ سنتين. هما نازحان من سوريا. هذه هي كلمة السر بين متسولي المدينة. بعضهم صادق وبعضهم الآخر منتحل صفة وجنسية. شماعة الأزمة السورية التي سمحت باقتناص الفرص للمستغلين جعلت الممنوع مباحاً والمعيب مشروعاً. وباعتبار أن لبنان أكثر الدول تأثراً بحركة نزوح السوريين، يشهد ظاهرة تسول بذريعة الأحداث في سوريا والنزوح من أجل استعطاف أكبر. وكان لنا جولة معهم، مع العلم أن الجميع يرفض الحديث أمام الكاميرا، فاضطررنا إلى استعمال مصور. من وين؟ من سوريا. ليش؟ من وين؟ ليش؟ أنا قصدي جايين عم تشحدوا هون بلبنان. لا لكن من هون نحن نور أربعة. إيه؟ إلك قد إيه بلبنان؟ من أول هون أنا عايشة. من سوريا. شو جاي تعملي؟ والله مع سلامتي. إيه؟ سلامتي. جاي عم تشحدي؟ إيه؟ لا يا أختي لا. بلا هلا شفتك. لا ماني عم بشحد. شو عم بشحد؟ إيه؟ إيه؟ عم يساعدوك الناس؟ لا لا يبعد الأزمة البلد. عفوا بس أنت من وين؟ من الشام يا رب. من سوريا. ايه؟ عندي أربع أولاد، زوجي 6 أشهر، عندي ولد و3 بنات. صدقيني يا أختي مالي معين غير رب العالمين وأهل الخير. أنا بيتي بسوريا راح كمان، قصفوا لي وانحرق أغراضي وبيتي وبعدين هدوا لي. لأي متى جيت على لبنان؟ أنا صار لي شهر وشوي. ما عندك ولادك هون وين ساكنين؟ ايه ولد و3 بنات بصبرا ساكن. بتمناها لنفسي. لا هيدي بنتي؟ ايه بنتي هاي. هلا عم بتشغلي بنتك معك؟ لا بتيجي معي بتوقف معي بإذن الله. ما بتشتغل هالشي كله بإذن ايه؟ رب العالمين. نعم مريضة الله يوفقك. من سوريا. كمان أنت من سوريا؟ والله العظيم من سوريا. من وين؟ من حمص. بس أنت مش من حمص. استغفر الله العظيم. من هون قطع رزقتي أحسن شي. عشان ما بقى نجيب سيرة انه سورية وعشان هيك عم نشحد، مش عم نظلمهم هيك للشعب؟ لا. لك زمان هون؟ من اي متى؟ 4 أيام. ايه؟ من وين جاي؟ سوريا. انت ومين جيت؟ لحالي. محمد استثنائي بين اطفال الشوارع، هو نازح سوري ويرفض التسول. مين جابك؟ ها؟ مين جابك؟ ومين شجعك تجي على لبنان؟ بي. ايه؟ شو قال لك؟ أنا روح أشتغل لنعيش. حبيبي هاي. أشتغل. أنت من وين؟ شو تسوي؟ ليش عم تخليه يشحد؟ شو؟ ليه عم تخليه يشحد؟ مشان تحكيني. خوفني. أكثر من 3000 طفل سوري نزحوا إلى لبنان بلا ذويهم، ووزير الشؤون الاجتماعية يدق ناقوس الخطر مستبعداً أي حل سوى تأكيد تفاقم ظاهرة التسول في الأيام المقبلة. هذه واحدة من الآثار الجانبية لعملية النزوح السوري. اللي ببساطة يعني بعرف كلامي ربما يصدم أنه في وزير بالدولة عم يقول هذا الأمر. الأمر أكبر من قدرة الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني، يعني اللي هن ضحايا بالنهاية. وين نروح فيهم؟ المؤسسات اللبنانية ما عندها قدرة استيعاب، خلص ظاهرة لازدياد. وهون برجع على بفكر الناس أنه نحن بنطرح المخيمات كأنه نحن عندنا مطلب خاص بالمخيمات. ضرورة وجود تجمعات إذا مش مخيمات مراكز استقبال. لبنان لم يعد في موقع البحث عن حلول لاستيعاب النازحين فحسب، بل هو اليوم أمام معضلة التخفيف من ترديات النزوح التي تولد مشكلة تلو الأخرى.